يا رب بجاه الأنبياء والأولياء الصالحين، تحمي إخواتي وتكفيهم شر الفتنة يا الله، وترمي هالضلالية بشر أعمالها يا قادر يا كريم. ندرن علي ندرن علي، إذا هالقصة بتمرق على خير لآخذ بثلاث مجيديات شمع للست زينب دستور من خاطرها. عليها السلام. تعوى شاعر ما هيك؟ أي والله يا أم. يمكن إجا أخوكي، قومي افتحي له. يلا. يطلع على قبري، إذا عنا حريم البيت ما بيفوت لحتى نفتح له. الله يحرسه ويحمي. آمين. مين؟ أنا أخوها لأم أدهم، يا ترى هي عمكم؟ إيه عنا أخي. زكاتك بعتيني وراها، قلي لها أخوك جابر بده يشوفك. إيه ماشي يلا رح إلا. يا مدهم. مين يا فهمية؟ أخوها لأم أدهم بده إياها. إيه على قامتي أخي. مين أخي ولك فهمية؟ أخوك جابر. الحمد لله يا ربي، إذا جابر بسيطة. أخي أبو دياب. إيه أخوك أبو دياب، جاي وجايب معي عزرائيل حتى يخلص عليك ويريحني منك. ولك شو عم تساوي هون ولين؟ شو عم تساوي هون؟ جيت شوف العقيد وروحي لحق إخواتك قبل ما يذبحوا حالهم بالبايكة. أنا العي فاضي. يلا اطلعي معي يلا. مالي طالعه من هون، مالي طالعه لحتى يجوا اطمن عليهم انهم بخير وسلامه. الله يوفقك يا اخي. لك اطلعي معي احسن لك. ها احسن ما افوت اسحبك من شعرك. ياه بدك تفوت على بيت العقيد بغيابه وتسحبها من شعرها؟ لك انت عارفان مع مين عم تحكي ومع مين علقان؟ لك ماني سائل لا عنكم ولا عن العقيد تبعكم، فهمانين؟ وسيدك يا علي. فات على بيتنا وما في غير الحريم. يا بطي ومين انت ولالك تفوت على بيت العقيد؟ انا العقيد ابو دياب. الشي بهوي ولا تكون السلطان عبد الحميد ذات نفسه يرجعك على بيتك محمد يا واطي. فريد ولا افرد يا خالد الوطي عم يتهجم على بيت العقيد وما في جوا غير حريم. يا باطل رفعت على روحك. فرار عليك والله بعيد ضحك. شو فيك؟ جال ورا جال ورا جال ورا جال ورا الوطي. اجى المختار والله. شو هذا؟ شو في؟ ما في شيء ما في شيء. امشي معي على البضافه امشي يلا بسيطه. الكل يوم يا اهل حارة عياش. لك وكمان انا حارة عياش يا اخواتي. روح ابو دياب روح روح امشي روح روح. شوفي شو القصة. أنا شفته طعش حجري. إجا العقيد إجا العقيد. خير شوفي. بابشي بابشي عقيد، شغلة بسيطة مو مستاهلة. لا تسكت لهم صهري، خود رجالك وروح خود بتارك وجيب هالخاينة من عندهم وخليهم يعرفوا مين العقيد أبو دياب. هدية خلصنا بقى. يوه توبريني ليش شو حكيت أنا؟ مقاعد معها حق. لا سيدي مقاعد ما معها حق، خلي إخواتك يروحوا، أنت لا تروح. إخواتي الله أعلم شو صاير بإخواتي. يا أختي أنا خايفة على سمعة العيلة وما بدي حدا يجيب معدل العقيد أبو دياب بكلمة واحدة. لك فات على بيتي بغيابي؟ يا أصابك صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. أخوكم جنى على نفسه يا بي. صغيرة عقيد صغيرة، وحياة أبو فهد على الغاري لترك علي. جابر مور مختار تعال هون تعال قرب. خلينا نروح نصلي بالجامع وبعد الصلاة نحكي بالقصة. انت بتأمر مختار بس من بعد أمرك. أنا وأبو فهد نصلي هون، بركي جابر جاله ورجع الواطي. لك يا ريتو يرجع يا ريتو. جابر عم يحكي مزبوط، لازم نحن الكل نضل هون. لا حول ولا قوة. طيب لك يا مختار شرف نتمشى سوا على الجامع. شرف يلا تصبح على خير. السلام عليكم. مع السلامة. شرف السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله.
شرف شرف شرف. الله يسامحك يا أخي، ليش ما قلتي لي قبل ما أروح على البيك؟ يا أخي أنا كنت نايمة ومالي حاسة على الشي، وعلى قد ما أخوك أبو دياب ضربني ضربني ما عاد عرفت حالي أنا وين. أختي أنت متأكدة أن أم قاعود هي اللي يوه؟ طبعا أخي متأكدة. أنت شو عم تحكي؟ ولك هي هي وإختها مستنينكم على نار لتذبحوا بعضكم، ولو ما الله وجيت رجال الحارة والعقيد أبو فهد كان صار اللي صار. إيه والله يا أختي كان صار اللي صار وقتلته لأخي، وأبو فهد أول وتالي مفضل على راسنا. يا خاينة يا أم قاعود. اسمع مني منيح شو رح أقلها. بتروح على حارتكم بتشوف المختار بفتحي بتقله يجيب الشيخ رجب والخوري بشارة لعندي يعاوزهم بموضوع مهم، ولو بإمكاني روح لعندهم كنت رحت. يلا طيب. حاضر. السلام عليكم. اهلين اهلين يا فهد. شلونك مختار؟ والله الحمد لله. شو جابر عندك؟ ايه هو الشيخ نزير. شو وينه جواد؟ جواد راح عند ابو دياب. ايه ليش خليته يروحوا؟ هلا بتعال هو واخوي يا اخي. لا لا هذا باله طويل ورايق، بعدين بدهم يحكوا مع بعض بموضوع. لا حول ولا قوه الا بالله. شرف شرف مختار. شرف تفضل شرف تفضل شرف. لك يا اخي انت عديد حالتك ومقامك عالي وبتفهم الاصول، شلون بتفوت على بيت الرجال وما فيه غير الحريم؟ أنا ما فتت إلا لجيب أختك هالخاينة، ولا بدك كان يتركها ببيت واحد أجنبي حاطط عينه عليها وبده يتجوزها، لا والله أعلم شو في بينه وبينه. أول باشتان كنت بتقدر تستنى العقيد أبو فهد ليرجع تتفاهم أنت وياه، تاني باشتان أختك عباق ما لها خاينة، وتالت باشتان هي أختك مثل ما لها. لا ما أنا أختي، أنا تبريت منها وبدي أذبحها. شلون تبريت منها وبدك تذبحها؟ أختك ما عملت شيء مشان تذبحها. ما عملت شيء؟ قال ما عملت شيء قال. يعني انت وهداك الواطي هلا شايفين حالكم قدام العالم ما هيك؟ يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم عليكم. لك قول هداك ما في الشرف. بس انت كيف تقبلها على حالك؟ قال لي شلون؟ جابر مو علي الشرف. شو؟ مو على بينك اللي بدك تقتله مو عين عليك بكل عمايله؟ جابر بريد، جابر اسرف من الخاين مقعود. اسكت ولا؟ لا ماني ساكت. خلي مقعود تجيب المصحف وتهدف علي انه جابر عمل معها هيك. مرت اخوك ما بتكذب. هي مو مرت احمد. هاي بنت حماك، وانت خسرت اخواتك واهلك وناسك كمان راح يعاقبك. سكت ولا تضربني يا ابو دياب؟ اطلع من البيت اشوف. اطلع هذا البيت الا فيه انا واخواتك مثل ما لك فيه. اروح وعلى ما بخيلكم اركبوا. ايه راح نركب، وهذا الكف اللي ضربتني اياه انا بقدر ارد لك اياه عشره، بس ما بقدر لانك اخي اكبر مني، بس راح يجي يوم بتنبه. بس اطيع خانون؟ رمت العيلة ببعضها ولساتك عم تلصلصي على الشبابيك؟ يب، ليش أنا شو دخلني تقبرني؟ شو دخلك؟ بكرة بس نحكي الحقيقة لأخواتك، ساعتها بتعرفي شو دخلك، وقتها هن بيقبروكي على الحق. شو بو هالواطي؟ شو كان عم يقول لك؟ قال بده يروح يحكي لأخواتي. شو بدي أقول لهم أخي غلط مع أختكم؟ لكن كله أبضاي يروحوا يقول لهم لشو؟ وبركة اخواتي صدقوا وحلفوني على المصحف. تحلفي مرت اخي؟ ليش لحتى ما تحلفي؟ مازالك صادقة، احلفي ولا تخافي. اه ايه صادقة، انا كم مالي صادقة، بس هدول اخواتك لازم تحط لهم حد، يعني فوق حقه دقه يروح يشوفوا حاله كل واحد فيهم عماله متوتر الراس وجاي بدهم يحكوا علي انا. خلصنا مرت اخي خلصنا، ما عاد يجيبوا سيرتك بنوم. لا اذا ما بدهم يتركوني بالحال انا اللي بدي اروح احكي لاخواتي عن عملة جابر، ورح احكي لكل نسوان الحارة عن قصة عفاف وشاهد، ورح خلي كل الناس تعرف مين هن ومين انا. مقعود انا خلص تبع. سمعت لكم كمان انه المخلوقة كانت بتحبه للعقيد ابو فهد من ايام المرحوم ابو ادهم الله يرحمه. اعوذ بالله يا لطيف، هذا الحكي ما بينحكى ولا بيتصدق يا ابو صفوان. والله انا ما بحطه بذمتي على ذمه اللي حكوا. وعم بيقولوا كمان لما اجى العقيد ابو فهد بده يخطبها من اخواته وما وافقوا قام خطفها خطيفه،
بعدين اجى العقيد ابو الدياب بده ياخذها. قام شو صار؟ عمل المشكله كلها بالعاره. بدك اتقي الله يا رجل، اتقي الله. في عندك حريمات وفي جوره بدك تنزل فيها، وهذا الحكي رح تنسال عنه قدام رب العالمين. والله انا ما معقول. هيك سمعت؟ هيك سمعت؟ وليش ما حتى السر ماي بتم اللي حكى؟ لا ولا انكمل هيك، انك مصدق الحكي هذا وجاي تحكيه كمان. يا لطيف عجبا، ابو رضا معه حق. العقيد ابو فهد بحياته ما رفع نظره بحرمه. الزلمه شريف وصاحب نخوه، ما بيعمل لك عمي، ما بيعمل لك شو الحكي هاد. معناتها هي راحت لعنده على البيت لما اخواتها ما وافقوا على جوازتها. شو ابو صفوان؟ مين؟ ليش مزعله لابو رضا؟ اكسيدي ماني مزعله، هو زعلان لحاله. هلا انت ليش كنت بدك تذبح اخوك لك خالي؟ شو القصه؟ ما في شيء مختار، ما في شيء. حصل سوء تفاهم. الشيطان الله يلعنه كان رح يلعب لعبته. يعني اختي ام ادهم الله يستر عليها راحت لبيت العقيد ابو فهد من شان تقول له الحقن على البيكه من شان ما يصير شيء؟ افارم عليها، افارم عليها. هي اخت رجال هي. اي والله بترفع الراس وبتبيض الوش. والعقيد ابو فهد كتر خيره فضل على راسنا ورايته بيضة. فضل الله، انا ما عملت غير واجبي. الله يصلحك ويهديك يا ابو دياب. شهدوا علينا يا رجال، نحن اعطينا اختنا ام ادهم للعقيد ابو فهد على سنه الله ورسوله. لك الله محيي اصلك. شهم لك يا عمي شهم. وصيل هذا شرف لي يا معلم جابر. بس يا جماعه ما لازم نكبر الخلاف بين الاخوه، لازم نروح نشوف ابو دياب ونحاول نقنعه. مو ضروري مختار، مو ضروري. لا اللي عم بيقوله ابو فتحي مزبوط، اذا ابو دياب وافق بيكون خير وبركه، واذا ما وافق بنكون نحن عملنا اللي علينا. أنا والشيخ رجب رح نروح نحاول نقنعه، وبناخذ معنا الخوري بشارة، وإن شاء الله بصير خير. شو عليه بنروح؟ يا الله، الله يعزيكم بخير. كتر خيرك يا شيخي. الله باركو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله باركو. راح. لك لا جنني، لك يا رجل انا عم اقول لك كنت على القصه من اولها لاخرها. شيء ما قلت لك انه العقيد ابو فهد ما بيساويها؟ كان اذا كان هيك معناتها العقيد ابو فهد ما انه مخطي بنوب. لك ابو صفوان بتعرف اذا بيدرى العقيد ابو فهد او حدا من اخوات هاي الحرمه شو بيساوي فيه؟ شو هاي هاي بيشيلوا لك اياها من شرشعه. يا لطيف لك هاي. شو هو ابو صلاح؟ والله يا عمي عم تحكي مزبوط. لك انا ما لازم احكي ولا كلمه. هاي سكرت امي. هي بتعمل منيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.